11/12/2012 مدينة راستان، معاناة الأهالي في مدينة راستان اليومية بسبب الحصار على مدينة راستان من جميع الطرق ومن جميع النواحي. مرحبا يا خالي. أهلين يا خالي. أهلين. احكي لنا شوي عن أوضاع البلد. شو بدي أحكي لك يا أخي؟ حياة طبيعية يا أخي، شو بدي أحكي لك؟ طبيعية. حياة طبيعية عادية، بس ما في شيء موجود فيها. أيوة طبيعية يعني شجر وبس. أيوة. وما في شيء خالص. ما في شيء خالص، لا في مازوت، لا في غاز، لا في خبز، لا في سكر، لا في شاي. برد السليماني شوف شو عملوا، حطوا صرنا نكسر نحط شحاحيطة، شايف شحاحيط صرنا نحطهم بالصوب. يا دخيلك يا رب، بدها الفرج من عند الله سبحانه وتعالى. اشكي لله الله، اشكي لله الله يا اخي، اشكي لله الله. كلمة أخيرة شو بتقولي لبشار الأسد؟ هل